لأن كوكب الأرض هو وطننا كلنا، من الضروري إننا نهتم بيه وبالموارد اللي بتشكل أسباب الحياة لينا، خصوصاً إن استهلاكنا زاد بشكل كبير على مدار 100 سنة اللي فاتوا، ودلوقتي الأرض هي اللي بتدفع التمن. التمن اللي في الحقيقة هيكون غالي قوي علينا لو ما بدأناش قبل فوات الأوان. من هنا كان هدفنا في بنك القاهرة إننا نشتغل على مشاريع وبرامج بتخدم الإنسان في مختلف المجالات، ومن الهدف ده استراتيجيتنا بترتكز على محاور كتيرة مش بس على النمو المالي، ومن أهم المحاور دي الكفاءة المالية، الحوكمة والمخاطر، الاستدامة. إحنا في بنك القاهرة بنسعى دايماً إننا نقدم فرص بلا حدود لكل فرد في مختلف المجالات، زي الصحة، التعليم، الرياضة، الثقافة، بالإضافة إلى دعم وتمكين مختلف الشرائح خاصة الشباب والمرأة المعيلة وذوي الهمم، ومبادرات تنمية القرى بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. وعلشان كده قدرنا نوفر 1,300,000 فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام للشباب من خلال تمويل المشروعات متناهية الصغر، واستحوذ صعيد مصر على أكثر من 50% من عدد العملاء، ووصلت نسبة المرأة المعيلة إلى 35% من التمويلات و40% للشباب. ولأن المحور البيئي بيستحوذ على اهتمام كبير ضمن استراتيجيات العمل ببنك القاهرة، أطلقنا مبادرة بي جرين خلال عام 2020 تماشياً مع المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر تحت إشراف وزارة البيئة، استجابة للتحديات البيئية اللي بيواجهها العالم، الترويج لخطورة استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام من خلال مبادرة فؤاد وكفر عبده بلا بلاستيك، بالتعاون مع القنصلية الفرنسية بالإسكندرية ووزارة البيئة وبان لاستيك، مشروع شرم الشيخ بلا بلاستيك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء والاتحاد الأوروبي وسفارة سويسرا في القاهرة، التوعية بظاهرة تغير المناخ بالتعاون مع السفارة البريطانية في مصر، دعم المنتجات الصديقة للبيئة من خلال المعارض المختلفة زي معرض تراثنا بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، حملات تنظيف الشواطئ واللي بينظمها البنك سنوياً بشكل مكثف بالتعاون مع بان لاستيك، حملات تنظيف مياه النيل اللي نظمها البنك بالتعاون مع بان لاستيك وفيري ناين، إطلاق مشروع جرينش كلاب الذي يستهدف 1,000 طالب عبر المؤسسات التعليمية لتطوير 40 مشروع سنوياً، مما سيؤدي إلى حل 40 مشكلة مجتمعية بيئية مختلفة بالتعاون مع مؤسسة جرينش وسفارة سويسرا في القاهرة وسفارة نيوزيلندا في مصر، إطلاق مشروع ضخم لإعادة التدوير والفصل من المنبع في 150 مدرسة في كل محافظات مصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وجو كلين، مبادرة The Art of Hope من خلال أعمال فنية قدمها طلاب كلية الفنون الجميلة للتوعية بأهداف التنمية المستدامة، تمويل 2,000 مشروع مستدام من خلال قروض حسنة دوارة للشباب، وخصصنا جزء منها للمشروعات البيئية بالتعاون مع مؤسسة الأورمان. ولأننا في بنك القاهرة بتتوافق أعمالنا مع استراتيجيات البنك المركزي المصري والمعايير الدولية، أصدرنا تقارير الاستدامة العالمية. الحفاظ على البيئة مشوار بدأناه وهنكمله، الخلق فرص بلا حدود. بنك القاهرة، فرص بلا حدود.